صادقة ترحما على أموات هذا الزلزال الذي أصاب بلادنا، ونخلص إن شاء الله في تلاوتنا ثم نتلوها بعد ذلك بالدعاء للشهداء وللوطن كله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بهذه المناسبة أيها التلاميذ والتلميذات، إخواني الأساتذة والأستاذات، اعتبارا لما أصاب بلادنا من هذا الزلزال الذي هو في حقيقته قدر الله عز وجل، ونحن نؤمن بقدر الله ولا راد لقضاء الله وقدره، لا يسعنا في هذه الفرصة وفي هذه البداية الدراسية إلا أن ندعو لإخواننا الشهداء ولأسرهم المكلومة، فنتوجه إن شاء الله بخالص الدعاء. اللهم إنا نسألك وأنت الرحمن، ونسألك وأنت الرحيم، أن تتقبل شهداء هذا الزلزال الذي قدرته على بلدنا. اللهم تقبلهم في عبادك الصالحين، اللهم اجعلهم من الشهداء الصادقين، اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة، اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة، اللهم ادخلهم جنتك برحمتك، اللهم ادخلهم جنتك برحمتك وعفوك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم داوي جرحاهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم اجمع شمل أسرهم من بعدهم، اللهم اجمع شمل أسرهم من بعدهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انظر إليهم بعين رحمتك ولا تنظر إليهم بعين غضبك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع المغاربة على مودتك وعلى محبتك، اللهم اجعلهم إخوة متحابين فيك، اللهم اجعلهم إخوة متحابين فيك. اللهم احفظ بلدنا من كل مكروه، اللهم احفظ بلدنا من كل الفتن ومن كل المحن ومن كل الأمراض ومن كل الفتن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم باعد بيننا وبين هذه المحن كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم طهر بلدنا من كل سوء، وطهر كل بلاد المسلمين. اللهم رد بالمسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد بالمسلمين إلى دينك ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ أمير المؤمنين محمد السادس، اللهم احفظه واحفظ بلده واحفظ أهله وذريته يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصره بنصرك، اللهم انصره بنصرك، وأعزه بكلمتك، واحفظه في ولي عهده، اللهم احفظه في ولي عهده، واحفظه في جميع شعبه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك في هذا الوقت المبارك في وقت الدعاء، اللهم إنا نسألك أن تحفظ شبابنا وأن تحفظ شيوخنا وأن تأخذ بأيدينا إلى الحق وإلى صراطك المستقيم. اللهم احفظنا بالإسلام واحفظنا للإسلام، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، اللهم احفظنا بالإسلام، اللهم احفظنا بالإسلام واحفظنا للإسلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شبابنا وأصلح أبناءنا وأصلح بناتنا ورد بنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلدنا وكل بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلدنا وكل بلاد المسلمين من كل مكروه ومن كل فتن. اللهم زدنا من نعمك ولا تنقصنا، واحرسنا بعنايتك. اللهم زدنا من عطاياك ولا تنقصنا، واحرسنا بعنايتك من كل سوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ونختم إن شاء الله بالصلاة الإبراهيمية ترحما على هؤلاء الشهداء، ونقرأها إن شاء الله كما كنقرأها في الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما زال واحد كلمة إن شاء الله في البرنامج مع